رميا بالحجارة، هكذا عبر أبناء سقطرى عن رفضهم لتردي الخدمات وغياب مؤسسات الدولة في ظل سيطرة ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات. في ثنايا تفاصيل الحدث، هنا في هذا السوق المخصص لبيع الخضروات والفواكه في مدينة حديبو، اندلع حريق أدى إلى إتلاف أملاك البائعين، ولم تصل سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني إلا في وقت متأخر عقب إخماد الحريق، ما دفع المواطنين إلى طردها من المنطقة احتجاجاً على تجاهل النداءات المبكرة للتدخل. غضب شعبي واضح وحراك سياسي تشهده محافظة أرخبيل سقطرى ضد سياسة التجويع والتركيع الممنهجة التي تتخذها أبو ظبي والميليشيا التابعة لها، بعد أن فشلت الأخيرة في توفير أدنى مقومات الحياة الكريمة. وأضحى المواطن السقطري يعاني يوماً بعد آخر من ارتفاعات جنونية في أسعار الكهرباء والمواد الأساسية. فرض حالة الطوارئ ومداهمة المنازل واستخدام القوة العسكرية نهج قديم جديد توعد به زعيم ميليشيا الانتقال بسقطرى رأفة الثقلي ضد كل من يطالب من أبناء الأرخبيل بتوفير الخدمات الأساسية ورحيل الميليشيا من الجزيرة. وأمام هذا الغليان المتصاعد في الشارع السقطري المطالب بالحياة والعيش الكريم، لم يكتف الثقلي بتهديداته فحسب، بل وجه جميع التشكيلات المسلحة والأجهزة التابعة للانتقال بمنع وقمع أي تظاهرات في الجزيرة. لن ترهبونا، هكذا تهتف حناجر أحرار سقطرى، ولعل الصورة القادمة من حديبو خير برهان ودليل على استمرار رفض المواطنين سياسة ميليشيا الانتقال بمحاولة تركيع وتجويع أحرار الأرخبيل.